عندنا في بلدنا يبدو أنهم خارج المملكة، يقول عندنا في بلدنا عندما يدخل قوم المسجد بعد فراغ الإمام من الصلاة إما يصلون منفردين أو يعودون إلى بيوتهم ولا يصلون. سألت إمام المسجد عن ذلك فذكر أنه لا يجوز أن تقام جماعة أخرى أو ثانية بعد الجماعة الأولى. فذكرت له حديثا كنت قد ذكرته من أيام الدراسة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم للمتأخر: من يتصدق على هذا؟ فقال لي: إن الحديث ضعيف، بل الأفضل ألا يصلي المتأخر صلاته في المسجد وإنما في البيت. المطلوب ما يلي لو تكلمتم. ما القول الصحيح في هذه المسألة؟ ما صحة الحديث الوارد؟ وما حكم المواظبة باستمرار على مثل هذا؟ جزاكم الله خيرا. هذا الإمام قد أخطأ خطأ كبيرا في قوله أنها لا تصلي الجماعة في المسجد لمن فاتتهم الصلاة مع الإمام، لأن يعني هذا خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أشرت إليه أن يتصدق على هذا فيصلي معه، ولأن هذا الذي فاتته صلاة الجماعة لم يتأخر عنها متعمدا يريد إقامة جماعة ثانية، وإنما جاء ليصلي مع الجماعة لكن وجدها قد فاتت، فإذا جاء معه آخر أو أكثر فصلوها جماعة فهذا هو المطلوب في المسجد. وإنما الممنوع أن الناس يتعمدون تقسيم الجماعة إلى جماعات، إذا تعمدوا التقسيم فهذا هو الممنوع، لأن هذا فيه تفريق لجماعة المسلمين وتفريق للكلمة وتنافر للقلوب، هذا هو الممنوع إذا قصدوا هذا الشيء. أما إذا لم يقصدوا وجاءوا للصلاة مع الإمام لكن وجدوه قد صلى فإنهم يشرع لهم أن يطيلوا الصلاة ويصلوا جماعة في المسجد والحمد لله، وكل من جاء يصلي معهم وهم معذورون فيما فعلوا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن الحديث صحيح في صالح تصدقوا من يتصدق على هذا؟ فيما أعلم أنه لا بأس به الحمد لله. وأيضا القواعد العامة أن من فاتته الجماعة فإنه يؤديها على حسب استطاعته ومقدرته ولا يؤخرها، وصلاتها في المسجد لا شك أن صلاة الجماعة في المسجد إما واجبة وإما مستحبة. نعم. جزاكم الله خيرا. قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، المكتوبة تصلى في المسجد. طيب. نعم. طيب. يسأل عن حكم المواظبة على مثل ذلكم العمل شيخ صالح. الذي يرتب هذا ويواظب عليه متعمدا هذا لا يجوز. أما الذي لم يحصل منه إلا صدفة جاء يريد الصلاة مع الجماعة القائمة مع الإمام ولكن فاتته الصلاة فهذا يكون معذورا ومأمورا بأن يصلي في المسجد ممن معه من